كأنك تنظر إليه وتراه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. خصائص انفرد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذنوب مغفورة. اختص الله تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتكريما بأن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأخبره بهذه المغفرة وهو حي صحيح يمشي على الأرض. فقال سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وفي حديث أنس رضي الله عنه في الشفاعة: فيأتون عيسى فيقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.